صاروا جاهزين جون ونعيم. أيوة نورت الشاشة. ما هذا الخطبين اللي على يميني وعن يساري؟ بدنا نهبش بعض. كيفك جون؟ ينعاد عليك على كل المشاهدين. ليش انت مسافر مثلا ونحن هون عم نشتغل؟ سافر يا خي ما اخذ بريك. كنت عطوني بريك جمعة بهالبرنامج زمطت. زمطت على رومانيا؟ زمطت على رومانيا. نعيم زمط على رومانيا يعمل فيكيشن. نعم هو انا عنده شغله بس ما عندنا رومانيا، لو هيك يمكن جربنا نكون معه بشي طريقه اساسا. عم نشتغل سوا ليك ليك عيوني. ليه اخترت رومانيا عيوني؟ اخترت ولا صراحه لانه فول سريع ميدل ايست، بس لهيدا السبب يعني برمنا هيك. بس لهيدا السبب ما في سبب ثاني. هيدا هو سبب يعني فول. فيش الا فول سريع على رومانيا. يا نعيم احكي لك كلمتين. ما هو عامل حجه يمكن ما عارف تفاصيل المشروع بس يلا ان شاء الله. عامل مشروع لحاله على رومانيا ونحن هون. ونعين هو برومانيا وانت وين؟ انا بالبيت. وين لهلا ما بعرف وين. بركي بروح على شرم الشيخ هلا بشوف اذا معي وقت بعد لحق. كمان حلو كله عم بينظمها في مش هيك الفياز يعني. بس عم نشوف في فول ديركت مثل ما عنده هو فول ديركت على شرم الشيخ. بعتقد ايه صار فيه. ايه صار فيه بعتقد. ليك نعيم بأي منطقة أنت ساكن؟ بجوني حارة صخر. جوني هون حد منا. ليك عاملين فوارغ وكرعين وخواريف. إذا بدك ميت بعد شوي هيدا بعيد. يلا ما بيأكل منه هون. بس بروح هيك بشوف بركي في شيء تاني شيء حمر شيء لبني. ماشي في عنا كل شيء. بس هو الشيف محمد شاطر باللحومات. أوكي ماشي. يعطي العافية. إيه لا بعرف عنه كثير أبو ضاي. ليكوا يا عيوني في عنا نحن حابين إنه أنتوا هيك تعملوا تحدي مع بعض. بدي اشوف مين بده يخسر الثاني. يعني انا بعد لحد هلا ما حدا خسر الثاني. بدك انت تأمره امر وهو بده يأمرك امر. ما يأمر عليك ظالم. يلا قلت اشوف جون بشان مصاب عليك. يلا شو حبيبي اولا انا ما بكسر من هلا. بقول لك ما بكسر بيض وما بيض مثل ما تبلش لي تعمل لي حركات. نعيم نحن اللي بنكسر بيض. نحن اللي بنكسر بيض. يلا طلع لي بأفكار جديدة. أنا التحدي لنعيم رح يكون يعطيني خمس أسامي بنات ببلشوا بحرف الب. هلأ ما بعرف إذا استوحيتها من رومانيا أنا، بس إنه هي إذا خمس أسامي بنات ببلشوا بحرف الب. شو بعمل أنا هيدا تحدي؟ بعرف شو اثنين ثلاثة بس صعبين. خمسة ما فينا في جوجل. في عن جوجل؟ لا طيب لحظة. في عنا بيرت. اسم بيرت مرت خي هيدي خيني بيرتا. أوكي في عنا بياتريس. في عنا بليندا. في عنا باسمة. وفي عنا مثلاً بديعة. أنا قلت ممكن تنسى بديعة. أنا قلت ممكن تنسى بديعة. ما قلت ما ممكن تنساها. بديعة أصعب واحدة فيهم. ليك هلا تنشوف تحدي. بدي خبرك شيء. إذا بتعمل تحدي مثله أنا بنهار. شو خمس أسماء حرف الباء بدك تعمل تحدي؟ بدي رجعه من رومانيا ماشي. بدنا صعب عليه بس طبعا لتاخذ الجايزتين. انت ربحت جايزه هلا. انت ربحتها. اذا بيخسر هلا بعدين نعرف شو الجايزه ولا هلا بدك لي اياها؟ هلا بخبرك اياها. جايزه قيمه جدا. اذا بخسروا اياها ما بيعملها. اخذتهم اثنيناتهم لك وقد اعذر من اعذر. نعيم زميلي بالبرنامج. لا زميل ولا شيء. اسمع مني لحظه ما تقلق شيء. لو هو يعني اتفضل تقوم تربح الحلقة وتخسرني بالبرنامج. استفلوا جبنا بالشغل. استفلوا لا تعرف شو في على المحك يعني. ليك لأن هو سهل علي. ما في كيف ما هو صعب عليه. طيب أنا عم بخبركم. أنا عم بخبركم. شو التشالنج تبعك؟ يلا هلا هو وين تحديدا؟ أنت وين موجود هلا؟ في مطرح حدك ناس؟ أنا ببوخارست. في حد ناس؟ في حد أصحابي؟ بدنا حدا من الأجانب. عندك أجانب حداك شي مطرح؟ ما في. لا ما في. طيب شو اللي شو كان بدك؟ شو كان بدك؟ بدنا حدا أجنبي تحكي معه هيك تسأله وتقول له أنت مثلا من الـ LBC تشوف شو بده يرد عليك وكذا هيك. ما في شيء هيك حداك؟ طيب لكن بدنا إياك تقول ايه تفضل. لقيت حدا؟ عم جرب لاقي حدا ما لحق لاقي حدا. بس اجنبي بليز ما يزعلوا حدا من رفقاتك يعملوا انه هن اجانب. يلا قل لي اعطيني غير تحدي. ها؟ غير شيء؟ خسر على فكره.
ما خسرت بالرومانيا. بلا بلا خسرت على فكرة خسرت. لا لا سوى على ذوقك نحن عم نلعب. لا طولت ولا شيء خسرت. سوري جون ما كان قصدي خسرت على فكرة تحدي بايخ خسرت. لا 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 أنا وني مدام روفي صاروفين كرمال تحكم. ما في أجانب بس هيدا يا بتخلق حدا من تحت الأرض أجنبية أنت خسران. خلصت الخبرية. الله شو حصل. آه يلا أيوة لا 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 حدا ثانية 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 بس ما بعرف بدي عدنا ثلاثة إذا إذا لا حدا وسام شو بدك يعني له من أي سريع بس كان الأجنبي يحكي عن لبنان الحلو كان يوسي يحكي عن لبنان الحلو إيفريون ما أنت عم تقول هابي نيو يير سيد إيجان هابي نيو يير هابي نيو يير بس مش هذا السؤال بدنا تقول غير شيء بدنا تقول لبناني قطعة سما بس هلا رجع عيطة نو 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 ما في مش عيطة لك الويترس كانت حاطتني من المطعم الريدي انا ليك من عندي ربحت البطاقه على ذوقك انت عم تلعب اللعبه على ذوقك في ناس هون محترمه هي بدك تقول شو بدك تقول المره تفاجئت وسام المره تفاجئت شو بدك تفاجئ على الهواء الحلو انه ما تتفاجئ الحلو تاخذها بروح رياضيه انا من عندي ربحت هلا انت وسام صفي اذا بده يربح كون ما بعرف اذا بربح ولا لبنان كان بدي لبناني قطعه سما من السيد الفاضل اللي بتحده ما شفت كيف شفت كيف مالنا مالنا بعد حدك خليها حدك شو بكون صحيته يا نعيم ما انت وقع انت اوقح من هيك ما في بالكون عادي ولو طبيعي ايه ولا انا وقع انا وقع ايه مزبوط مش وقع لا انا بدي بس تقول هيدي الهابي نيو يير او شيء هيك بس هيدي قطعت سما هيك اخترعتها هلا هلا كنت عم تلعب صعب علي طيب خلص بنربحهم اثنيناتكم بتربحوا ايوه اوكي اثنيناتكم رح ربحك هيدي بس انا برجع بعرف رد لك اياها جون انت ما عملت الشغل بس اثنيناتكم شو هيدا قشط شيء علي ولا عادي انا اذا سياره بدي اياها سياره عندي سياره عادي اوكي بنحطها لبناني قطع سما شو في هيدا اليونيفرس يا وسام هيدا اليونيفرس بالنسبه لنا بنتقلك انت عم تدلل اثنيناتكم رح تربحوا من عند ميزون بينك ميزون بينك ادو يس يس ميزون بينك مفروشات للمنزل اوكي شو ما كان له شو بدي ولا في قيمه معينه يلا خل